تحية طيبة مشاهدينا الكرام من مكتبة شيبة زير تابعة لمؤسسة أنابي، يسعدني أن أقدم لكم عددا جديدا من برنامج كتاب وقضية. جائحة كورونا كانت حدثا مفصليا في النظام الدولي الجديد الذي يتشكل. في هذا السياق، ما هي التحديات التي باتت تهدد السلم والأمن الدوليين؟ سنناقش هذا الموضوع مع البروفيسور حاج ميلود عابر. قبل أن نشرع في الحوار، أشير في البداية أن البروفيسور حاج ميلود عامر يحضر معنا بكتابه الذي يحمل عنوان تطور النظام الدولي الجديد ومستقبله في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. أستاذ حاج ميلود عامر، كتابكم الذي يحمل عنوان تطور النظام الدولي الجديد ومستقبله في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، كيف كانت كورونا حدثا مفصليا في تطور النظام الدولي الجديد؟ بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بخصوص جائحة كورونا التي هزت أركان البشرية قاطبة والدولي بصفة خاصة، كانت محطة تاريخية إن صح التعبير، إن لم تكن مرحلة مخاض تجاه الدول جراء ما أصاب البشرية من أموات وضحايا ومرضى ومفقودين وما إلى ذلك. الأمر الذي تبادر إلى الذهن وإلى الرأي العام العالمي بأنه مرحلة صعبة وخطيرة مرت بها البشرية ما بعد الحرب الباردة إن صح التعبير، والتي هي محطات رئيسية كما نعرف بناء على الحربين العالميتين الأولى والثانية على التوالي، ثم الحرب الباردة، ثم جائحة كورونا وما يشهده العالم من حروب الآن وأزمات وما إلى ذلك. هي كورونا كانت أزمة صحية، ولكن أصبحت أيضا أزمة أمنية وأزمة متعددة الجوانب، أيضا عدة الأبعاد. نعم بالفعل، هي في الأصل أزمة صحية كمثل الأزمات الاقتصادية والنقدية أو الحروب أو الانقلابات العسكرية التي ضربت بعض الأنظمة السياسية في العالم. الأمر الذي جعل من جائحة كورونا التي كانت كما تشير التقارير الرسمية وغير الرسمية على أنها امتحان صعب أو جس نبض بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من الأراضي الصينية بالذات لضرب أو زعزعة الاستقرار والأمن الدولية. أستاذ، حقيقة آثار كورونا ما زالت ماثلة، ولكن من المصطلحات الأكثر استعمالا وتداولا في وسائل الإعلام النظام الدولي. في أي سياق، أي ما هي السياقات التاريخية والسياقات المفاهيمية التي ظهر فيها مصطلح النظام الدولي؟ النظام الدولي يعود طبعا بعد دعوة نيلسون إلى المجموعة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، ثم تطور تباعا بناء على الدولة القومية، وما أصبح يضم في ثناياه جل الدول، إن لم أقل الدول القوية أو العظمى التي أصبحت أو التي دخلت عفوا الحرب العالمية الأولى من أجل بناء فضاء خاص بها وشبكات لها واقتصاد لها وهيمنة وهيبة وولاء لها، من أجل أن تسيطر على باقي الدول الأخرى سواء كانت مستقلة آنذاك أو التي تحررت فيما يلي منذ نهاية الستينات وبداية السبعينيات. وبعد الحرب العالمية الأولى ظهرت عصبة الأمم والتي فشلت، وعلى إثرها اندلعت الحرب العالمية الثانية. نعم. أستاذ، يعني في هذا السياق، هل ممكن يعني أكثر تفاصيل أن نعرف كيف يتشكل النظام الدولي الجديد والتنظيم الدولي؟ يعني ما هي الآليات والعوامل التي تتحكم في بناء النظام الدولي الجديد؟ هل عوامل تاريخية، عوامل جيوسياسية، اقتصادية، تكنولوجية أو رقمية حاليا؟ نعم، من الصعب تحديد الصبغة أو الطابع الذي ينفرد به النظام الدولي، خاصة إذا ما قارناه بما هو قديم إلى ما هو جديد من زاوية.
ثم الفواعل المشكلة له عن طريق التاريخ كما أسلفتم، ثم البعد الجيوسياسي والجيوستراتيجي والقوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة التكنولوجية والقوة الرقمية الآن بخصوص الدول الحديثة. النظام الدولي هو النظام يخضع إلى شبكة من دول قوية التي تسيطر عليه، كمثل مجلس الأمن على سبيل المثال الحصر، والتي تشد بأزره من أجل السيطرة على باقي الدول الأخرى من زاوية ثانية مقارنة بالعلاقات الدولية. العلاقات الدولية هي تلك البيئة التي يقال عنها فوضوية، تجمع بين الدول القوية على وجه التحديد والتي لها السيطرة الكبرى على باقي الدول الأخرى. لذلك هنالك فوارق أو تلاقي في بعض العوامل المكونة والمؤسسة لطبيعة النظام الدولي، الذي يمر الآن بمخاض عسير بعد أزمة كورونا، الذي يمر بأزمة صحية هو الآخر بعد مروره بجائحة كورونا من زاوية ثانية، وهو أن النظام الدولي ما زال في طور التشكل بناء على ما يجري الآن في الحرب الروسية الأوكرانية، ثم أحداث غزة مؤخرا، والرأي العام متوقف عن التفكير صح التعبير دون ما يعرف سواء القادة أو المنظرين حول ما سيؤول إليه النظام الدولي الجديد. أستاذ، سنعود بالتفصيل إلى الحرب على غزة وأيضا الحرب الأوكرانية الروسية، ولكن ما هي الحدود الجغرافية التي يتشكل فيها النظام الدولي الجديد، والتي قلتم في كتابك يمكن صياغتها في ديناميكية ومسار النظام الدولي الجديد؟ هل هذه الحدود تتجاوز الرقعة الجغرافية وتخضع للقوة العسكرية والاقتصادية لخلق توازنات دولية؟ إلى حد ما النظام الدولي الجديد ليس العلاقات الدولية وليس المجموعة الدولية ككل، وإنما هو رهط من الدول القوية والكبرى التي لها باع طويل أو التي مرت على قلب الحرب العالمية الأولى والثانية، ثم كذلك الموقع الجغرافي يحدد من قوة هذه الدول وما مدى سيطرتها في الفضاء الدولي أو الفضاء العالمي، ثم كذلك إلى جانب القوة العسكرية فيه إبداع، فيه اختراع، فيه تسابق نحو التسلح. كل هذه وهي دول قليلة جدا مقارنة بالدول التي تشتري هذه الأسلحة أو الدول التي نراها غير مجدية بالنسبة للدول الكبرى هذه، والتي نراها على الهامش في صراع خفي، في إيديولوجية أو عقيدة عسكرية أمنية يخضع لها النظام الدولي جراء بعض السمات أو بعض الأسباب التي تجعل قواه مرتفعة جدا من خلال القوة التي تنفرد بها، ثم الاقتصاد، ثم التكنولوجيا، ثم كذلك الثقافة السياسية أو ما يقوي داخلها على حساب خارج الدول الأخرى أو بما فيه داخل هذه الدول الصغرى أو الفقيرة. لذلك في دينامية تعزم العلاقات الدولية الوصول إليها، لكن العلاقات الدولية نراها تمر ببيئة فوضوية غير صائبة بالنسبة لجميع الدول، ثم كذلك نرى النظام الدولي في المقابل الذي يطغى عليه جملة من الدول القوية ذات القدرة العسكرية كما أسلفت، الاقتصادية والتكنولوجية وحتى التاريخية والحضارية، نراها هي التي في مقدمة المجموعة الدولية ككل، والتي تسيطر جراء هذه الفواعل والعوامل من أجل إحلال سيطرتها على باقي الدول الأخرى كما تعرفه المنطقة العربية أو عالم الجنوب، الذي لم يتشكل على شكل قوة سياسية واقتصادية أو جيوسياسية صح التعبير، من أجل مجابهة المشكلات المطروحة بداخله، ثم السعي إلى جانب القوى الكبرى المسيطرة على القرار الدولي أو القرار العالمي صح التعبير. لما نتكلم على القوى الدولية، هناك قوى دولية
أيضا مهمة ولها اعتبار وهي المجتمع الدولي، فما هي العلاقة بين النظام الدولي والمجتمع الدولي؟ وهل المجتمع الدولي له تأثير على المؤسسات الدولية مثلا على الأمم المتحدة، أو يبقى تأثيره نسبيا ضعيفا؟ المجتمع الدولي لحد الآن أنا أراها ليس في مستوى النظام الدولي. النظام الدولي كما أسلفت تسيطر عليه القوى الكبرى، بينما المجتمع الدولي تسيطر عليه كل الدول أو الدول التي تخضع إلى هيئة الأمم المتحدة. وبالتالي نرى التجربة مع عصبة الأمم كما أسلفنا، الدول لم تحقق الأمن الجماعي. الأمر الذي جعلها الآن تبحث حتى عن الأمن والاستقرار بداخلها، ثم البيئة الدولية نراها غير مجدية أو غير جديرة بالوصول إلى بناء قوتها السياسية، قوتها الأمنية والعسكرية، مقابل تحقيق بناء الاقتصاد، بناء الدولة، بناء التكنولوجيا وما إلى ذلك من الأمور. المجتمع الدولي يبقى رديف النظام الدولي، لكن ليس بالمستوى الذي نراها تسيطر فيه كتلة من الدول على حساب باقي الدول التي نرى في المجموعة الدولية والتي تفوق حوالي 190 دولة. ولكن أستاذ، المجتمع الدولي له رأي، ما يعرف برأي العام، والرأي العام له تأثير على القرارات الدولية. ليس بالأهم من أن نجدي أو أن نجبر على إقامة علاقة وطيدة بينهما. الأمر الذي يحد من طبيعة المجتمع الدولي هو المجموعة الدولية ككل التي تنتمي إلى هيئة الأمم المتحدة، والتي هي أكثر من 190 دولة. ثم كذلك هو انتماء إلى هيئة الأمم المتحدة ويعد سيادي قانوني وقراري إن صح التعبير، مقارنة بالنظام الدولي الذي يبقى في واجهة الأحداث أو كجوهر للعلاقات الدولية من أجل إحلال السيطرة على باقي الدول. مثلا الخمسة في مجلس الأمن لم تقحم لا ألمانيا ولا اليابان ولا جنوب أفريقيا ولا حتى مصر من أجل ولا البرازيل من أجل دخول مجلس الأمن، التي تبقى مجرد اقتراحات لدى مجلس الأمن الذي ينفرد ببقاء هذه الدول الخمسة التي لها حق الفيتو وصاحبة الموقف والكلمة الأخيرة في صنع القرارات والتدخل في شؤون دول أخرى. ويبقى السلام الدولي رهينة حق الفيتو. أستاذ، أنا ما فهمته من كتابك أن النظام الدولي الجديد يكرس هيمنة الشمال على الجنوب، حتى أن هناك من يعتبر أن النظام الدولي الجديد لم يتجدد أصلا، بل هناك أيضا معارضين للنظام الدولي الجديد. ما هي دوافع ومخاوف المعارضين للنظام الدولي الجديد؟ النظام الدولي الجديد صح التعبير لم يتجدد بعد، هو في طور التكوين، في طور التشكل، في طور المخاض العسير. هو يتبلور نعم. صح التعبير. وبالتالي نرى الدول الغربية تحديدا، نرى الدول الغربية واللي هي الخمسة مجموعة الأمنية، مجموعة مجلس الأمن، هي التي تسيطر على محك القرار السيادي بالنسبة لباقي الدول الأخرى وليس لصالحها، من منطلق مصلحتها الشخصية تريد تدخل في الشؤون الداخلية للدول. جنوب ما زال متأخر لحد الآن، وهو في طور التشكل باعتبار أنه يمر بمخاض عسير هو الآخر بالجنوب تجاه العلاقة بين الدولة والمجتمع، الدولة والاقتصاد، الدولة والاجتماع، الدولة وعديد القضايا والإشكاليات المطروحة من أجل النهوض به على أساس أن يتقوى أكثر من أجل مجابهة أو الدخول في تحالف مع الشمال. الشمال الآن ينفرد حضاريا وتاريخيا واقتصاديا، ينفرد بسلطة اتخاذ القرار. وبالتالي نرى ما يجري في غزة على سبيل المثال خير دليل على ذلك، عالم الجنوب بما فيه المنطقة العربية وإفريقيا، نرى قياسات كبيرة لا تقاس لاعتبارات جيوسياسية، جيوستراتيجية، جيوأمنية إن صح التعبير، دون الوصول إلى تكافؤ من خلال حل هذه القضية بطريقة سلمية ونهائية. الأمر الذي لم يطرح لحد الساعة، وبالتالي ما زالت الحرب أخذة في المجال. ثم كذلك الحرب الروسية الأوكرانية التي تم إخراج بموجب تبعاتها إلى إحداث إسقاط في الشرق الأوسط تجاه الحرب في فلسطين.
صحيح أستاذ، هذا الاختلال بين الشمال والجنوب ازداد حدة وازدادت هذه الفجوة بعد نهاية القطبية الثنائية، ومع ذلك مارست عدة أنواع أو أنواع كثيرة من التحديات، سواء الجريمة المنظمة أو الإرهاب أو أيضا الهجرة غير الشرعية، وكذلك اختلالات البيئة، يعني هناك مشاكل مشاكل بيئية مناخية. وفي ظل كل هذه المتغيرات ما زال النظام الدولي يتشكل، يعني ما هي معالم هذا النظام الدولي الجديد؟ معالم النظام الدولي الجديد المستقبل، لا أحد يعرف مستقبله بنهايته. الأمر الذي ما زال يسعى أو تسعى من ورائه القوى الدولية من أجل السيطرة أكثر وفقا للقطبية الأحادية، بحيث أن فيه صراع الآن بين تعدد الأقطاب، لأن زوال الاتحاد السوفيتي هو نهاية القطبية الثنائية مع بقاء الولايات المتحدة. نهاية الحرب الباردة هي التي أجلت بإنهاء الحرب بنهاية الصراع القطبي وانفراد الولايات المتحدة بالقطبية الأحادية، وتدخل الآن دول البريكس على سبيل المثال الذي يحمل صفة الجنوب بما فيه الدول المنضوية الآن تحت رايته، دول جديدة، ثم كذلك الصراع القائم الآن بخصوص الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والذي يدخل في عهد في تعداد القطبية الثنائية. لكن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترضى بأن تتقاسمها الصين القيادة العالمية، بل تريد الإبقاء على واجهة العالم بمفردها بإحكام قبضتها الفولاذية على هذه السيطرة القطبية التي يقال أنها تمر هي الأخرى بمخاض عسير، وهي في نهاية التطور. الولايات المتحدة سوف لن تبقى وحيدة تقود هذا العالم، لذلك فيه دول تريد الدخول معها في صراع أو تريد تقاسم معها هذه القطبية من أجل إحداث توازن في القوى. ولكن أستاذ، ما يلاحظ على الساحة الدولية في ظل هذا النظام الدولي، هناك دول تراجعت، قوى تراجعت ودول تقدمت، دي بي إيمرجو كما يقال، وحيث برزت يعني حتى قوى جديدة مثل الصين مثل الهند. لكن هل هذا على بناء على هذا يمكن أن نقول أن الهيمنة الأمريكية سائرة في طريق الزوال؟ يقال أنها سوف لن تعمر طويلا، باعتبار أن الدول القوية التي كانت قبلها مثل الدول العثمانية، الصين فيما مضى كإمبراطورية وغيرها، إمبراطورية بيجين، لم تعمر بناء على الدورة التاريخية لابن خلدون، أن كل ما هو قوي سوف يضعف في نهاية المطاف، وبالتالي سوف يحل مكانه قوى جديدة أخرى. أستاذ، حتى هناك بعض الاستشرافيين يتنبؤون بنهاية الهيمنة الأمريكية سنة 2060. يقال ذلك بأن القطبية سوف لم تبقى بقية الولايات المتحدة الأمريكية، سوف تنتقل الكرة سواء إلى الصين أو الهند أو روسيا، وروسيا الدول المنافسة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أو البرازيل التي يعول عليها كثيرا، والتي تريد أن تحل محل على أن تبقى الكرة في أمريكا اللاتينية دون أن تتحول إلى آسيا أو إلى دول الباسيفيك. بينما القطبية هي ملاذ للصراع الدولي، حتى لم يحمل حروب ضروسة إلى أنه يبقى يحمل صفة النزعة العسكرية للقوي للأقوى، هو الأبقى لإحكام السيطرة على باقي الدول أو على البيئة الدولية لاعتبارات وحسابات جيوسياسية وجيوستراتيجية. في البيئة الدولية المنطقة العربية ما زالت مستهدفة لأنها هي منطقة استراتيجية، يعني ما هي مكانة العالم العربي في النظام الدولي الجديد الذي يتشكل، وخاصة بعد حرب غزة
ما هي معالم هذه المنطقة العربية في خضم هذا الصراع الدولي؟ إذا كان النظام الدولي يمر بما خاد عسير، لا داعي للمقارنة مع المنطقة العربية التي تمر هي الأخرى بأزمة خانقة تجاه ما يحدث من قبل الدول العربية أو نظام السياسة العربي والآخر، لم يستطيع أن يقاوم أو أن يدخل من أجل لملمة الشمل والدخول في حوار مع الذات، انطلاقا من الدول العربية المعاصرة التي افترقت إزاء القضية الفلسطينية، ثم كذلك الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي نراه يكابد من يوم لآخر ضحايا ومنكوبين وما إلى ذلك، الأمر الذي ما زال يعمق من الجرح العربي سياسيا، مما أفقد صفة هذه القوة حتى وإن وجدت لدى بعض الدول، لأن الدول العربية تحتاج إلى القوة لأنها تمر بمرحلة ضعف إزاء هذه القضية المفصلية في موازين القوى في الشرق الأوسط وتبعاته إزاء الرأي العام العالمي. وبالتالي الآن لما نخرج من الحروب السابقة مرورا بهذه الحرب، حرب طوفان الأقصى، التي أوضحت للقاصي والداني ما مدى هشاشة هذه المنطقة وما ينبغي أن يكون من أجل إحداث قفزة نوعية سواء تجاه قضية فلسطين أو تجاه القضايا العربية الأخرى المطروحة، سواء في البناء والتنمية أو الاقتصاد والتجارة أو المجتمع والثقافة وما إلى ذلك من الأمور، من أجل أن تستحسن الصورة أكثر بكثير من أجل تطوير بناء على ما تمر به الجامعة العربية على وجه التحديد التي هي رمز للنظام العربي الرسمي. حقيقة لأن الكيان الصهيوني يضرب عرض الحائط حقوق الإنسان واللوائح الدولية أيضا، ولكن أستاذ ما يلاحظ أنه لم تعد كثير من الدول في العالم ليس فحسب القوى الدولية لم تحترم الشرعية ولم تحترم المؤسسة الدولية كمنظمة الأمم المتحدة. هل يعني هذا أن العالم سيدخل مرحلة فوضى شاملة وينتهي التنظيم الدولي؟ ما نراه في الجميع، ما شاهدناه مؤخرا في الجامعات الأمريكية تحديدا، هو مناهضة القرار السياسي الغربي خاصة الأمريكي. ما سوف نعرفه انطلاقا من الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء في أوروبا وصعود اليمين المتطرف كأحد المؤشرات التي لها علاقة بما يجري في أوكرانيا أو ما يجري في غزة من زاوية ثانية. هنالك مطالبة، سوف يكون هنالك ردود فعل صعبة وعويصة اتجاه تشكيل خارطة سياسية عالمية في المستقبل المنظور، لأن النظام الدولي لم يحسن إدارة كل هذه الملفات التي ضربت الضمير البشري في العمق، سواء من جائحة كورونا وتبعاتها وما يمر به العالم وما ضرب الضمير العالمي إزاء هذه القضية المفصلية التي أصبحت تنبؤ بعدم باللا يقين وعدم الشفافية وعدم وتغييب القانون، الأمر الذي سوف يحدث شرخ كبير في البنى التشكلية لهذا النظام أو في العلاقة بين الدولة والمجتمع، بما يبني هذه القوة التي سوف نبحث عنها من جديد عبر قطاعات وسياقات أخرى من أجل إحداث نوع من الاستمرارية أو نوع من القاطعة كذلك، لأن كلاهما يتساوان من حيث المبدأ ومن حيث النظرة ومن حيث الآلية. لذلك من صعب جدا التكهن سوف لما يجري بناء على التقارير الرسمية التي أعدت في هذا الخصوص، على أن العالم مقبل على هزات خطيرة إزاء ما يجري الآن، والمجتمعات هي التي سوف تدفع ثمنه على وجه التحديد، وليس الدول وليس الأنظمة السياسية، مما سيزكي من البحث عن الذات أو البحث عن مفاهيم وباراديغمات جديدة من أجل قراءة العالم مجددا بالنسبة للنخبة والخبراء من زاوية، من زاوية ثانية حتى برامج التعليم سوف يعاد فيها النظر بناء على المعطيات الأساسية والأصلية تجاه العنصرية، تجاه احترام حقوق الإنسان. الجنوب كذلك في علاقته سوف
يطفو على السطح والآخر بالنسبة للعلاقات الدولية تجاه الشمال، العلاقات الإقليمية تجاه العلاقات الدولية التي تسيطر عليها دول الشمال، وبالتالي سوف ندخل إن لم أقول في أزمة دولية أخرى في أزمات دولية أخرى جديدة بناء على ما يجري عليه النظام الدولي الجديد جراء هذه القضايا والإشكاليات المطروحة التي لم تطرح لحد الآن بشيء من العقلانية وبشيء من الموضوعية من أجل الخروج من كل هذه الأوضاع ومن هذه الظروف الصعبة والحالكة. شكرا أستاذ، قدمتم لنا صورة شاملة عن نظام دولي جديد يتشكل، وذلك من خلال كتابكم تطور النظام الدولي الجديد ومستقبله في مرحلة ما بعد جائحة كورونا. إلى هنا نأتي سيدتي سادتي إلى نهاية هذا البرنامج، دمتم في رعاية الله وحفظه.